السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. فيديو جديد وبعد انقطاع طويل كنا مشغولين، كان عندنا بناء انا واخوي حسن، الحمد لله وشكر كملنا وقعدنا بيه. اليوم انا والولد رايحين النجف، الرام عظم الله اجوركم بمصابه ابو عبد الله الحسين، وان شاء الله اليوم رايحين ندعي لكم يا امير المؤمنين. شلونكم يا ولد؟ هلا، السلام عليكم، شلونكم؟ شلغيبه يا ولد، شلغيبه. انا بالصحه والعافيه ان شاء الله، نزوروا وندعي لكم وما ناسيكم، تراكم فيديوهات راح تجي ان شاء الله. خليكم ويانا، ان شاء الله الفيديو راح يكون مميز، راح نروح نشوفكم اجواء النجف محرم، وراح من نرجع اذا الله سهل بخير وسلامه راح نروح الباب الاغا ان شاء الله. الفيديو ما اريد نحرقه، فيديو ان شاء الله حلو، خليكم ويانا. كيف يعني ما طلعنا من بغداد لحد ما ندير بنزين؟ لا شو نسوي؟ تعال لمونا يابا خلينا ندير بنزين، احنا قايلين قبل اسبوع نريد نطلع، دير بنزين فول، دير دهن تلوت هسه. هاي بنزين خاله محبوبه. ها محبوبه ولا تجي فلوس؟ يلا ولد لمونا. هذا هذا كوري. ها يلا لمله. يا معوش شطي يا فلوس. ايش تعبك؟ ناوي؟ بيش راح تدير ب 1500؟ لا 2500 كافي. كل واحد اخذ من عنده 20000 راح يدير ب 1500. أرض أرضك قفص غير مشتاق معير. ويا لبهام نور قدر كم سر تاها، ذكر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی، فاطمه ایستاده مثل یکوه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه. روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی، فاطمه ایستاده مثل یکوه. میدونم که راز شهادت این عشقا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا، الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرم. وهذا ما وقتنا بالكروة، جيبوا الكروة عمو، والله ننطيك صمونا ننطيك، لا تطول ولا لا بعد شنو؟ ننطيك. شبيك ما يكتلت نفسك على الكروة؟ ننطيك 3000 ليك يا ولد. ليش شنو سببها هاي؟ الحمد لله وصلنا، ولازم اول شيء ناكل يعني مثل الجوع، هذا مطعم ابن هندول، ناكل كباب. كوع صمونه انت اللي عازمنا؟ اني؟ لا انت عازمنا، ناكل كباب وبعدين نروح نزور. طبعا مطعم هندول يسوي كباب الا يشرو، تعال علاوي. شلون علاوي ذيك مره كنا؟ طبعا كذاب والله، وين مره قعدنا؟ انا كذاب. كرا عليك يا مكياج شربه، ايش فيك؟ وانت مالك؟ هذا كباب طيب، هاي جبنا الشوربه بعدين كباب، اول شيء لازم شوربه. هو اجى الكباب والخبز الحار، بس والله تخبز سرتوني هاك، لك خذ مني انا سعيد. رجع لي اياها. شو المعنويات؟ جيدة. مواضيع ابن ثابت؟ بعدنا. بعدنا ما شو اللي على مود نقول ثابت او مو ثابت. لا نجرب ونشوف. بالعافية. متابعين مقالب خالي. خالي وعمي. نجرب أول لقمة.
وصلنا الامام وصلنا للنجف والاجواء مال محرم يعني هنا كلش حلوه راح اصور لكم المواقف ان شاء الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. دي هنا جماعتنا دي خبرهم. وين بيرقى؟ ولا هنا ولا التفتيش مال الإمام عبرناه. هلاوي يا شوف ذلك قد يوزعون وسهل عليهم كنت من الطيور نجيب كنت من رقيمة نجفية بس هوسة لا نروح نختنق ونضيع على هلاوي احنا ستيهناهم حسن والكوري لا من تيه صمونه ما اقدر لا تيه صمونه تيه اي سيارة بيدي نرجع مشي جوي وين رحتوا؟ يعني احنا بثانيكم وانتم Thank you.
السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته. سيارة مقبولة يا وليد. صرنا ودعنا له طبعا السيارة للعمر. بنيناكم ويانا والله صرنا ودعنا طبعا النجف فيها أجواء روحانية ومواكب هالشي ما يوم وصف. يا أخويا حبيبي. أعمالك إن شاء الله. عمودي زرنا ودعيناكم كذا السيارة تونس خيرات أبو عبد الله الناس قاموا توزع مجاني أبو عبد الله ها تيحتو شفت هذا الضوء معلوك؟ ايه شو معلوك؟ من الطاقة الشمسية يا طاقة شمسية طبعا هاي الكوري هنا والدته الله يرحمه متوفية ودافنية بهاي هذا المكان بس تيهناها اريد يقراها الفاتحة كورا انا ذكر بهذا الشارع شنو كيفك انت؟ هاي المقبرة هسه حاليا ساعة لثنتين بالليل تقريبا انا صار هذا الجو صار الجو شو معلوك؟ الجسكارة ما شيء اخ حتاريت طبعا هاي المقبرة يعني حاطين سماعات وقرآن هذا جروب شنو في الممادر رجعنا طبعا بغير فرع يا الله السلام عليكم
ما ادري ايش تيه مره ثانيه. اشياء رحت صباح الخير علاوي. صباح على 4:30 وهسه يلا وصلنا باب الاغر رجعنا بسلامة الحمد لله والشكر. راح اصوركم باب الاغر. كسرها سوى يا الله وديك. هاي ناعد ضيافة شاي. هاي سيارات من قديمة بسواقنا. هاي اجوا اجوا هلا نقلوا باب الاغا كله وجوي. شنو تاخرتوا؟ احنا مش سواقنا بس والله باب الاغا يعني فشي كلش حلو. شلون باب الاغا؟ معجناته بينا كلش طيبه. معجناته بينا كلش طيبه وش. محل راقي ومحترم ومرتب. لا وصمونا صرف فلوس الكروي ما راح وجايه. الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم للاحسن بالتوفيق. ولهنا ينتهي الفيديو مالتنا. ان شاء الله يكون الفيديو حلو وعجبكم. لا تنسون لايك والاشتراك ومن تسوون اشتراك فعل الجرس حتى يجينا كل اشعارات مال فيديوهاتنا. يعني سبسكرايب سب خلينا نلغي سفره فتشي عمي سفره فتشي يا ناس يا عالم ان شاء الله سفره مفاجئه. يلا في مالا باي باي.